بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عندنا فيديو جديد. المهم هادي سورجي وهادي سورجي بحال بحال، غير هادي قلنا حنا شنو هو الفرق بين السورجي وبين التيراج. هادي لا فينيسيون، يعني كديري لا السورجي ما كتحتاجيش تخيطي، ما كتحتاجيش تخيطي هكا. هادي سورجي عادي راه، ولكن نفس الماكينه. لا نفس الماكينه، غير هادي مريقله على 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 التيراج، السورجي الرقيق، على السورجي الرقيق. انا المهم اللي في راسي كيشدوا كيزيروا الغرزه، كتزيريها كتزيري من هاد اللعيبه هادي ياك، كتزيري من هنايا، وكاين اللي كيبدل هاد البلاكه هادي. كاين هاد البلاكه كتبدل، هذا هو الفرق بين اييه بين هادي اييه وبين هادي، هذا هو الفرق بين هادي وهادي. هادي البنات كنخدموها بالخيط ديال النيلو، وهادو التيراج كنخدموها بالخيط كيكون نفس اللون ديال البياسه. صافي. المهم الطريقه الخدمه راه عاديه، كتدخل البياسه الماكينه غير هي كتمشي ثقيله. شي سورجي لا فينيسيون كيفاش داير؟ كيجي شتي كيفاش كيجي؟ ها شتو دابا، هذا هو اللي كنا حنا اللي كنخدمو به لي فرونس، كيجيو من الفوق صراحه. انا ملي كنا ايه سي راه عفطي عفطيها ورقي التياره كتمشي تقيله. الا كان الثوب كيتجبد، الا كان الثوب كيتجبد كيعطي دوك التكريشه تهرب وحده، الا كان الثوب كيتجبد، ما كانش الثوب كيتجبد. انا هذه الاغلبيه كنديروها في الزيوف، كنديروها في العبايات. دابا ولينا كنديروها في السكسيوات اللي كنفصلو دابا. ها هو كاين في هاد الزيوف ياك، هو هذاك. راني نشوف كولارات. ها هو البنات شتو، ها هو شتو التيراج، هذا هو التيراج. شتو كيدار في الزيوف؟ هو كيكون في اللون ديال الثوب وكيجي مفيني. حنا كنقول ليه سورجي مفيني، كاين اللي كيقول ليه واقيلا البورداج ياك. البورداج هي كاين اللي كيقول ليه البورداج، كل واحد اش كيقول ليه. المهم هذه الطريقه ديال الخدمه راه عادي عادي. هو اشنو عنده علاقه بالخيط؟ عنده علاقه بالخيط وعنده علاقه بالماكينه، كيتخدم بنفس الماكينه ديال السورجي، غير هي كتكون مريقله. صافي. يلا دابا غادي نجو للسورجي. اجا حنا للسورجي، دابا غادي نجو للسورجي باش تشوفوا الفرق بين هذاك وبين هذاك. وكنشكروا حنان من هذا المنبر، بيتكم كاملينكم تخلوا لها كومونتير زوين. هذا السورجي هذا راه كيطير كيشد. شتي السورجي كيفاش كيكون البنات؟ هذا كيكون عريض وما عندناش الحق اننا نبينوه، واش فهمتوا كيفاش؟ ما كيبانش، هذا كيكون في الداخل ديال البياسه. ما كيجيش كنقولوا حنا السورجي، السورجي كيجمع باش فنوبت ما يجوك هاد، عندك هاد صبعي فنوبت ما يجوك هاد الشنات في هادو، كديري هذا باش كيجمع ليك، يجمع ليك هذا الثوب، باش كيجمع الثوب. وراه السورجي تا هو فيه الانواع، كيتريقل من هنايا على حسب الطلامط، كاين طلامط كيكون فيهم سورجي عريض ياك حنان. وكاين انا عندي سورجي انا مزيره اكثر من هذا، حتى تجي عندي المحل وديري ليا كاري ان شاء الله. سمعتوا؟ تا هو كيتريقل، انه وراه ماكينه وحده، يعني نفس الماكينه، غير رجلات وصافي. قولي يا حنان، اجي اجي خدمي، اجي خدمي خدمتك. قولي يا حنان اشنا هذا، اش نقول لك النصيحه اللي تعطي للبنات بحال دابا مثلا اللي عندها ماكينه ديال السورجي، غير خدمي خدمي، اللي عندها ماكينه ديال السورجي وبغات تخدم مع سورجي وتيراج واحد الماكينه، ماكينه وحده. انا بالنسبه لي عندي ماكينه خديتها ب 74000 ريال، فيها السورجي الرقيق، غير السيستم ديال الماكينه اللي عندي انا. عندنا دابا مثلا بحال هكا الماكينه، الوصف ديالها كتوركي على واحد الفيتاس هنا، كديري بحال ديالي ربما، بحال ديالي بحال ديالي. كتوركي الارقام، السوجي الرقيق اللي كنتي تريكلي عليه كيكون واحد ونص، كتوركي كتقولي كتسمع ديك الطق بحال ديالي. او ميم طون بديتي ديري السوجي عادي كديري كتوركي على هكا، كتجيني صعوبه. اشنو الاسهل اللي كندير؟ كنزير الموازن بلا ما نورك على داك الميزان، كندير السورجي الرقيق. ولكن البنات نصيحه نصيحه نصيحه، ماكينه السورجي خلوها للسورجي، وماكينه التيراج خلوها للتيراج. حيت انا حتى انا خديتها تقريبا واقيلا بحال ديالي اللي عندك، خديتها حتى انايا ب 70، ولكن ما كنخلطش فيها، كنخليها للسورجي. صافي. نهار يسهل سيدي ربي غناخذ ماكينه بحال هذه زعما بون اوكازيون، وغادي نخدمها هي نخليها هي للتيراج. صافي. هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى تكون نفعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.